بالنسبة للقاء اللي حصل مع السيد رئيس المجلس الرئاسي والسيد المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي، كان بناء على دعوة حقيقة من إخواننا المصريين كعادتهم واهتمامهم بالشأن الليبي. التقينا يوم أمس، نحن كما يعني نقول إن القوانين الانتخابية، قانون انتخاب الرئيس وانتخاب البرلمان، قد صدر من مجلس النواب، وهو يعني قانون يعني صنع لأجل الجميع، يعني لم يبعث أحد من المشاركة في الانتخابات. وقررنا أن الحكم والقاضي في هذا الأمر هو صندوق الاقتراع، عشان الشعب الليبي يختار من يحكمه. نعم. تحدثنا مع السيد عبد الله بسيري مبعوث الأمم المتحدة، وكان حقيقة يدعو إلى اجتماع قبل نهاية ديسمبر فيش يعني يتعلق بالقادة، ما يسموه يعني رئيس مجلس النواب، رئيس مجلس الدولة، القائد العام للجيش، والسيد رئيس مجلس الدولة، وأيضا يريد أن يدعو السيد عبد الحميد الدبيبة. فيعني كان الاتفاق أن يتم اللقاء بشأن دعم العملية الانتخابية وتشكيل حكومة لتتولى هذه الانتخابات.